بمشاركة آلاف الأتراك انطلقت هنا في مدينة اسطنبول مسيرة تضامنية مع قطاع غزة ومع جنوب لبنان. هذه المسيرة التي دعا إليها العديد من المنظمات المدنية التركية انطلقت من منطقة التقسيم التي تعتبر مركزا سياحيا هاما في المدينة، وجابت شوارع المنطقة تجاه منطقة دولما باشا على ضفاف البوسفور. التظاهرة شهدت العديد من الكلمات والرسائل التي أعدها المنظمون، رسائل أدانت العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع والعدوان المتجدد على لبنان. المسيرة تأتي تزامنا مع اقتراب الذكرى السنوية لطوفان الأقصى، وهي أيضا في إطار إحياء هذه الذكرى، حيث تنطلق اليوم مسيرات أخرى بمناطق تركية أخرى، وكذلك تستمر هذه التظاهرات خلال الأيام القادمة. المتظاهرون رفعوا شعارات فلسطينية ورفعوا لوحات للناشطة التركية عائشة نور التي قتلت في فلسطين على يد إسرائيل، وطالبوا بالقصاص لدماء الأبرياء. كما حمل المتظاهرون رسائل عدة نددت بالصمت الدولي وبالإجرام الإسرائيلي، وأكدوا على ضرورة وقف الإبادة الجماعية الجارية بحق الأبرياء، وأنهم يشعرون بالخجل من العجز، ونددوا بالدور الأمريكي، وأكدوا على استمرار مساندتهم لفلسطين والأقصى ولبنان. التظاهرة أيضا أكدت على ضرورة مواصلة مقاطعة الداعمين لإسرائيل، وقالت إن استمرار أي علاقات تجارية مع إسرائيل هي خيانة لدماء الأبرياء، وطالبوا بضرورة فك الحصار عن القطاع وإطلاق السفن تجاهه، وبضرورة التحرك السياسي والدولي لإنهاء الحرب التي يمكن أن تطال تركيا أيضا بحسب تعبيرهم. ما يبدو أن الصرخات التي تصدح بها حناجر الناس في غزة وفي لبنان يتردد صداها في اسطنبول وفي العديد من المدن العالمية. فهل ستفلح هذه الصرخات بإيقاف كرة النار المتدحرجة في المنطقة؟ لقناة الغد علي تباب، اسطنبول.